محترف وشاشه قناه النادي الاهلي يمكن من اوائل الناس اللي عملنا سبوت على اللعيبه المصريين المحترفين او بيلعبوا في الانديه الاوروبيه او الاكاديميات الاوروبيه. الحقيقه الملف ده يمكن الاسابيع اللي فاتت كان فيه انتشار واسع جدا على السوشيال ميديا، وزي ما بقول لحضراتكم قناه النادي الاهلي هنا، وطبعا يعني بنشكر معدينا هنا في البرنامج ان هم كنا محضرين يمكن من قبل الكلام دوت بشهور كبيره جدا، وجبنا نماذج للعيبه مصريه بتلعب في الدوريات الاوروبيه سواء على مستوى الانديه المحترفه في بلاد كثيره جدا في اوروبا. الحقيقه بدا الناس تتحرك بشكل ايجابي حتى على مستوى الفريق الاول. يمكن الاسبوع اللي فات فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري الاول قال لك احنا كمان هنبدا نعمل بحث عن اللاعبين اللي بيلعبوا في الدوريات الاوروبيه ومش موجودين في الدوري المصري وما فيش عليهم سبوت، يعني الناس مش شايفاها بشكل كويس، هنعمل سيرش ونبدا نتابع الناس دول لان التجارب السابقه تجارب ناجحه جدا جدا. هتكلم مع حضراتكم في التجارب ديت خاصه على مستوى منتخب السنغال وازاي المنتخب السنغالي على جميع المراحل السنية بيكتسح القارة الأفريقية وازاي اشتغلوا في الجزئية ديت. لكن كمان النهاردة بنقدم لكم لاعب مصري بيلعب في الدوري الأسباني، معنا فيديو جراف نشوفه ونرجع مع حضراتكم. نموذج جديد للاعب مصري صغير بيمثل حتى المنتخب الكندي في المراحل السنيه الصغيره، ولكن زي ما بقول لحضراتكم الحمد لله احنا كنا متميزين في الجزئيه ديت وبحثنا عملنا سيرش من اوائل الناس اللي عملنا دوت، وكان مهم جدا هذا الملف يطلع لان هتكلم مع طبعا نجمنا محمد الباز كمان على تاثير اللعيبه المحترفه على المنتخبات بيبقى عامل ازاي.